الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عن حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله تعالى عنه قال: اطلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تذكرون؟ قالوا: نذكر الساعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها لن تقوم حتى تروا قبلها 10 آيات. فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف: خصف بالمشرق وخصف بالمغرب وخصف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Respected ulama, elders, brothers, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Respected brothers, Hazrat Huzaifah ibn Usayd al-Ghifari radiyallahu ta'ala anhu has narrated: اطلع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر. That the Holy Prophet sallallahu alayhi wa sallam came to us whilst we were talking amongst ourselves. On seeing that we were talking amongst ourselves, the Holy Prophet sallallahu alayhi wa sallam asked: ما تذكرون؟ What are you talking about? We replied: يا رسول الله sallallahu alayhi wa sallam, نذكر الساعة. That we are talking about Qiyamah, the last hour. The Prophet sallallahu alayhi wa sallam thereafter said: إنها لن تقوم حتى تروا قبلها 10 آيات. That the final hour, the day of judgment, Qiyamah will never come until you see 10 major signs appear before it. The Prophet sallallahu alayhi wa sallam thereafter mentioned the 10 major signs that are to appear before the final hour. فذكر الدخان. He mentioned the smoke that will arise and cover the whole world. والدجال, the Antichrist. والدابة, the beast that will come out from Safa and Marwa in al-Haram al-Makki.